قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الصليب في المفهوم المسيحي، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف قدس الأب بطرس جنحو كاهنة رعية صافوت للروم الأرثوذكس. وقد تركز الحوار حول مفهوم الصليب عند المسيحية ومعانيه ودلالاته وعيش الإيمان في ظلاله. فإلى هناك، أنا وأبونا جورج شرايحة اليوم معكم في الحديث عن معاني الصليب في المسيحية. وليش اخترنا هذا الموضوع الآن؟ فنحن لا نعبد خشبة أو نعبد صليب، نحن نعبد ربنا طبعا، والمصلوب اللي انصلب على هذا الصليب اللي خلصنا فيه من خطايانا وحررنا من عبودية الشيطان، وأيضا دفع سكوك. السكوك هو هذا الدين اللي كان علينا عند ربنا وكان على يسوع المسيح، اللي هو بنفس الوقت الأقنوم الثاني، هو الله جمع ما بين الناسوت واللاهوت تبع بيسوع المسيح، وصالحنا، صالح البشرية مع الله من خلال دفع الدين اللي علينا عند ربنا، اللي كان مستحيل حدا يقدر يدفعه، فدفعه في الصليب المقدس، مثل ما قال بولس برسالته إلى كولوسي الثانية: إذ محى الصك الذي علينا بالفرائض. معاني الصليب في المسيحية أبونا، فبتقدر تعطينا المقدمة بليز. في الحقيقة في مقاربة ما بين العهد القديم والعهد الجديد دائما، لأنه يسوع حكى أنا ما جئت لأنقض الناموس بل لأتمم. يعني أنا بتخيل كأنها هي العهد القديم المدرسة التي يعد فيها المؤمن، ومن ثم تكون العهد الجديد هو البراتيك وتطبيق ذلك كله من خلال الدراسة المتخصصة بالشيء، وكأنها الجامعة اللي بيتخصص فيها الإنسان من خلال الشجرة بالعهد القديم، معرف الخير والشر، طرد آدم وحواء من الفردوس ومن النعيم الإلهي، وبخشبة الصليب صالح يسوع الإنسان مع الله. بالخشبة القديمة طرد الإنسان، وبالخشبة الجديدة تصالح الإنسان وعاد إلى ملكوت الله. نعم، هذه المقاربة بين خشبة الصليب. أقصى عقوبة وأبشع عقوبة كانت في ذلك الوقت هي الصليب. لو تساءلنا قلنا يسوع الإنسان، يسوع اللي عاش طفولته، اللي عاش حياته، كان ينظر إليه أنه إنسان ينتمي إلى الجماعة اليهودية، فهو بالنسبة للمجتمع هو يهودي، وبالتالي اليهودي لا يصلب، اليهودي يطبق عليه الشريعة من خلال الرجم، من خلال العقوبات السائدة اللي كانوا يمارسوها. ولكن نشاهد أن الصليب هي عقوبة الإمبراطورية الرومانية. أقول بوجهة نظر الشخصية الصليب هي لأن الإنسان طرد من الفردوس من خلال شجرة والتي هي خشب، ومن تلك الشجرة صالح الله العالم من خلال خشبة الصليب بهذه المقاربة. يعني بالمفهوم الإنجيلي هو حامل للإنسان وليس شكرا عليه. مش زي انا بشوف بسمع انسان دائما بحكي انه انا عندي صليب. لا، هي الصليب يعني انت عندك مسؤوليه بدك تسويها، وبالصليب انت تقدر تمتص هذا الاشي وتحوله الى قوه عشان تعطي معنى انه انت انسان متفهم انه الصليب في حياتك هو اشي ضروري. لما انا بعرف انه الصليب هو اشي ضروري، بشوف انه كل اشي بالنسبة لي صار سهل، ما بعطي انه في عندي صعوبة في اي ناحية من نواحي حياتي. نعم. بعدين كمان الصليب هو انكار للذات، وعشان هيك احنا بنشوف انه كل انسان بننكر ذاته خاصة بالحياة النفسية، بروح بتنسك في البرية إلى آخره. طب ما أنت قاعد أنكر كل إشي، الصليب هو إنكار للذات. أنت خلاص عرفت مين معلمك، مين مخلصك. الصليب كان هو لما يعلق عليه المجرمين، يعني كان أداة للعذاب، ولكن لما يصلب عليه رب المجد